سجن وضبط الكلمه وكل فاء ولا آ ولا حركه جموعه راي في مكانها الصحيح. لا تقول حتى شيء اخر من الدين ولا دين واحد. بعد تعتزلوا لحد الان الطب ما ارتفعش المستوى ده. لانه اذا كان الانسان مش يتعدى على الامر الولايه مش يوقع في المحظور. والمحظور مختلف. موجوده في كتاب النور وجزاء الصوت اهم المحاذير في الخيريه. منها وقت اللي المرأة تكون عندها الحيوة ولا حدا يعني بعد ما مرت بدورة كاملة كانت ما بين نهار نون بتاع الدورة الأولى الدم الأول اللي يطلق الشرط والدم اللي يبدأ اليوم من 20 يوم في المعد وقت اللي في النصف بالضبط يوم 14 و15 ما وقعش إيقاعها من طرف زوجها أو الاتجاع والعياذ بالله وقت ما وقعش إيقاع تكون الإنسان يبطل إن كان حاضر وهذا شيء عظيم جدا في أنفسكم فلا تبصرون ربنا سبحانه وتعالى يهيئ في الأرحام الجو ما يلزم يهيئ حتى شيء لحد الآن الفنون الكبرى في أي ميدان كان ما يلزم حتى في الصورة ما يلزمش يصور لنا بالتدقيق مدى منا الخلية وشكلها وإفراداتها وتفاعلها مع الكيمياء بتاع المحيط تفعلها مع السيارات الكهربائيه شيء عظيم، ثم نفسك نرى شيء عظيم راه منع عالم اخر عالم عظيم جدا بحيث اكل خلقك الانسان يبطل لك ما فيه من ملايين الخلايا وفيه من اعصاب فيه من 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 شرايين تغذي ومن اورده من تنفس على عليها ما مفتوحات على المغص على يديك وقت يمر في الفتره هذيك وما توصلش بويضه ملقعه يولي التحديد هناك لقمة من النظام والتركيز والجمال فهمتوا شيء في نهاية الانفجار وقت يولي لا الحلف على الكلام ليس مبطل شيء عظيم وكم تاخذ كل الجسم هذا الاصفر وكل شيء هو يولي تعقيد كبير انا الاخر كان البقعه اللي مستديها البويضه برك وتركت فيها برك ما يخص رحمك كل تاخذ منها قيمه لك برك وقت اللي هل الزائر الفاضل او الغريب الحق اذا كان كان انفجار إذا كان الزئر لا لم يأتي ويأخذ مكانه فكل ظهر وكل التحضير كله لكل كلف بعض فمن راهو على حساب نفس حاجات تم على حساب معادن على حساب ماء على حساب شيء عظيم وعلى حساب أوامر في المخ وأوامر في المبيضين وأوامر في الجسم الأصفر وأوامر في النفسية المرأة شيء عظيم المرأة الرغبة والمرأة مش راغبة في الحمل شيء عظيم راهو يتحرك ويتحل وقت اللي انسى لا ما خلاش نتسالوا اللي حضروا له التحليل لكم كله يوم ونهار يحضر لاستقبال ياتي ما بعد 28 يوم وهكذا وليس يعني وقت فيزن فيزن تجميل اكيد من هذاك الشامخ لكي ما كان نجم من دبنين خطا ذاك فات وقت يعني عصره انتهى ولي حاجه ما لابد من التخلص منها اشد ربنا سبحانه يلعب عدة بعوث من جهتها بعوث تقلصات في مدخول القنوات اللي يجيب الماء لكن المنطقة دي كان هي منطقة في الاحتفال بالزهر الرياض وقتها القنوات كلها تغلق ايش يكون؟ المكان اللي كانت عايشة فيه في الخلايا ذيك وفي المعامل ذيك وفي المخلوقات ذيك يوقع على اختناق ومصاب بالجفاف وملاه وموته جميعا اجتفافا يعني نقول احنا بالعطش كل بلاد بعد ما كانت مروضه وجان كل صحراء ما في حد يشوف العيال بالله. هنا يلزم تدمر القناديق بعد ما كانت مصانع تحت الكوت تحت الملفات كلها اللي تحت السجن. انت ما يمكن ان تجي انواع واشكال من السموم. وقت الانسان يجي مثلا الزوجه اول خليله بتاع العياذ بالله وخليله فيها نقطه هي نقطه حرب تسبب خلاف خليله يعني تنزلت حتى في اللغه بذاتها تلقى الخليله منا فيها نقطه الحليله امور صافيه نقيه والحمد لله فيه. وقت اللي مثلا السموم هذيك بتنزل الذكر بتاع الزوجه يستقبلك السموم هذيك هي له من استقبال منعها انا حاف اعلم حاف وتكون منها فيه مصائب كبرى اقسم منك تنفس الى الاحليل بتاعه يعني المجرى الدولي الثاني وتولي مثلا تقرحات وقت التقرحات هذيك تولي منها هي نهب لتصدد وتصدد ذاك
يقول لي مثلا تضيق في المجرى البول، والمجرى البول في يزيد يقول لي حصر، يقول لي مثلا الانسان يصاب بالاحتقاق، والاحتقاق هذاك يرجع على الكلى، والكلى يموت بشويه ويد ويد، موت فضي، موت غادر. بعدين هي الحكايه مش فرعه ياسر نطول فيها. فيها كذلك الرحم وما تحت الرحم اي المهبل، وقت اللي يكون وتنزله السموم هذيك، وبالتالي يتعثر السموم هذيك. وهنا حاجه اخرى ثم نوع من الجرافين تسمى الدوبر لاين هذوما، وقت يكون مثلا المراه مش تحمل لازم تكون الهضم هذيك واقيه المهبل هذاك باش ما يكونش متجر قد يصعد من خلالك العنق الرحم ويوصل لك لهذاك، يعني مازال دوبلاش خذا طريقه في الحياه. فهمت؟ هذاك الدوبر لاين هذوكم يختفيوا عند يكون فما سموم، ما عاد حاجتهم تختفي لك الخلايا هذيك الصالحه الجرافين الصالحه، ويولي مثلا السموم واختفاء حاجات اللي كانت تطهر تعقم المهبل. وثم حالة النفسية نتاع المرأة، حالة نفسية مضطربة وموجودة في علم النفس شيء كثير على المرأة، لك عين تكون حائض حتى في طعامها، طعامها يفسد، الشمل نتاعها يفسد، صبرها يتنحى، علاقتها بزوجها تفسد، علاقتها بابنائها، علاقتها بالمحيط نتاعها، حتى المرأة اللي في فوز سن اليأس تولي المرأة من إنسانية معطوفة ودودة صبورة، وتولي منها إنسانية وتخرج تولي تخدم البشرية. بل في تجي الحيضة لا تقول من عدوانية، هذا شيء من متفرع شيء كبير. على كل حال يهمنا احنا وقت اللي هو يباشرها يؤلمها، بل كل شيء خاطر ثم انتفاخ في المهبل نتاعها وتورم، بحال هو باش يحل لك القضية نتاعه، يحل شو اسمه التجوف التجويف هذاك نتاع المهبل هذاك، وذاك يكون متورم فيها آلام، كيما واحد مثلا جلته فيها دمالة مصور اي بالوقت، هذا حتى ما مسكتوش. بحال هو من نهار اللحظه اللي مش حد يبشرها وجهها كالساعي قبل الساعي، وثم منظر الدم ذاك يفسد منقليه لما تكون جميله وموجود في الدين نتاعنا، كيفاش المراه يتم تحضر الفرد نتاعها والرجل يحضر الفرد نتاعه بطريقه منا فيها من الذوق الرفيع وفيها من الصحه ومنها فيها من العافيه شيء كبير. بحال ما نطولوش، الحم موجود ولكن مش موجود بنفس الدرجه عند النساء. فما المراه اللي سريعة الانفعال وضعيفة الشخصية، الوحم يكون مصيبة عظمى لها ولأهلها، خاصة الرجل هو سبب حملها، تولي تحطه في الحنجرة وتولي تحب تدمره، وحاله بطريقة أخرى. أما بالجهل ياسر وقلت في بالصيف وإلا في الدقيقة ولا ما تحضروش طعام ولا تحضروش رياض وهكذا، يعني يتمرروا العيش. هذا من نوع عليا والعياذ بالله عافانا الله منه. ولازم علاج هذوما، لازم يتعالجوا نفسانيا، والعلاج متيسر بشرط يكون انسان مؤمن. المؤمن لازم تكون مؤمن، تكون عارفه تتقدم مع الله حين تريد اذا حدث فيها تكون في مسلم وحنين وكل شيء كله بالواقع، واذا تقبل هي النصيحه اللي يكون نفسيتها مش طبيعيه هنا تولي هي تراجع نفسيتها ويوقع بالتحليل بالتدريج حتى تخرج من الوقت دي، خاطر الوقت تضر بها اكثر من تضر بها صراحه، ما اقلش من طبيعه المراه من النوع عليه. ثم المرأة اللي هي ما تحبش تكون مرأة، هي عرست لأنه التقاليد تكون عرس باش منها الإنسان ما يركش ما وجهه ما يكونش منها ما يشار إليه ببنانة في المرأة هذيك ما عرفتش رأي بها وعليها، هي عرس. ولكن وقت اللي يجي للرسمي، وقت يجي مستحمل وتولي الأنوثة نتاعها وطالب بها كلها باش تمارسها، الأنوثة كلها الأنوثة فيها منزل العمل، تولي ترفض الرفض هذاك، يخليها تولي تتغير وتولي تسوء طبايعها كلها تسوء وتولي عدوانية لأقصى حد، لأنها وصلت للشيء اللي هي رفضته في الأعماق نتاعها في اللاوعي نتاعها، واليوم وصلت. أما اللذة الجنسية من غريبة لها مخها وانتعت لزوجها وحملت، ولا كانت تعمل في أقراص من الحمل وما نجحتش، بحيث بطريقة أخرى حصل فيها يقول لي الخطأ هذاك ما عادش يتسامح روحها فيه، تولي بكل طريقه تحب تطيح الماء كيف ترد تولي وصبها الوزن، الوزن هذاك اللاوعي نتاعها مش ولي يضيق على صغير في الغذاء نتاعها، ولكن نسيت شيء عينها الا هي هو يتغذى وهي ما تتغذاش، وهذا شيء عظيم جدا هو. هذا اثبته الطب في الغذاء نتاعها، معناها هي تكيد وربي يكيد لها. وانا يزيد اعلمهم الناس اللي يرضوا سنه الله يبدلوا خلق الله، ربي يعذبهم الوان واشكال ويوهقهم صعودا والعياذ بالله. وهذا يلزمنا احنا نبين لبناتنا وانسانا شيء عظيم من الادب القراني، من الادب المحمدي على سيدنا افضل الصلاه وازكى التسليم.